بتلاقي الكلام ده كتير بتشوفه، مدرب مثلا تبص تلاقي ال 18 ده مليان ادوات، جايب لك ادوات يمين وادوات شمال، ومكتر لك في هنا في الكنزات، ومكتر لك في الشواخص، مش عارف ايه، تحس ان ال 18 ده مليان ادوات. وتبص تلاقي الحارس بيشتغل طول الاسبوع في اتجاه، ويجي يوم المباراه تبص تلاقي الاتجاه اللي شغال فيه في المباراه اتجاه تاني خالص. فالولد تبص تلاقي بقى مواقف اللعب اللي بتحصل في المباراه هو كده كده اوريدي ما اشتغلهاش في الاسبوع كله. ايوه. فيجي يتفاجئ، فتبص تلاقي الاداء يحصل فيه ايه؟ هبوط. يا جماعه ما هو عشان انت شغال في اتجاه غلط، انت ما تشتغلش في اتجاه صح. الكرات العرضيه دي بيشتغل عليها كتير، الانفرادات بيشتغل عليها كتير، المهاره بيشتغل عليها كتير، التكتيك بيشتغل عليه كتير، الحاجات اللي فيها رياكشن بيشتغل عليها كتير. فكل الكلام ده بيحصل ارتفاع في المستوى وبيحصل تطور في المستوى. انت الموضوع مش موضوع من مثلا يومين ولا اسبوع ولا اسبوعين، لا ده الشناوي ده عشان يوصل للمرسول ده كابتن اسلام كان الشناوي في النادي الاهلي بقاله 3 سنين. فعشان يحصل التطور ده ما جاش في يوم وليله. شريف اكرامي ما شاء الله فترات كبيره جدا اداؤه، شوف كان عامل ازاي كابتن اسلام. شريف اكرامي خد 2 أو 3 سنين افضل حارس في مصر، وكان بيلعب اساسي منتخب مصر. على لطفي ما شاء الله الفتره اللي لعب فيها كان بيأدي بشكل كويس. فده راجع لشغل كتير جدا بيتم، مش 3 دقائق انت بتشوفهم في قناه الاهلي. ما هم دول اللي احنا مسموح لنا. انا بتكلم احنا كقناه، انا برضه بفهم الناس. اصل الناس انت بيبقى لك ربع ساعه فقط اللي بتصورها. انا عارف، ممكن اقل من ربع ساعه. يمكن بيجوا لنا كمان حراسه المرمى بيجوا لنا دقيقتين. هم الدقيقتين اللي هم الاولين دايما. فيجي واحد يقول لك ايه ده طارق سليمان شغله كل يوم واحد، ده ما بيعملش حاجه غير يا جماعه ده تسخين. هو انت لما بيجي اللعيب سخن بيعمل ايه؟ مش انت بتستلم كوره بتاخد كوره وباص انت مع زميلك باص لحد ما في النهايه بتسخر وبتبدا تخش على الواحد التدريبه بتاعتك. ده طبيعي في الكوره. انما بيبقى في ناس زي ما بقول لك، بيبقى في ناس يا اما مش فاهمه ودي انا بعذرها يعني، ممكن يبقى مش فاهم بس ما يبقاش ايه يعني يخش بقى برايه قوي يعني، ويبقى يا اما حد مغرض بقى وده يعني ربنا يهديه. ودايما بقول لك ما بنتكلمش يعني، طول ما انت في النادي الاهلي كابتن اسلام بتشتغل بتسكت، ودايما شغلك هو بيتكلم عنك واداء الحراس هو اللي بيتكلم عنك. طبعا كابتن طارق، استقبلت خبر رحيلك؟